أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، أو صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف. الصورة التي أمامكم يستخدمها علماء النفس لمعرفة نسبة التوتر ونسبة الاضطرابات النفسية لدى الأشخاص، فلو رأيتها ثابتة فهذا يعني أنك معتدل فكريا، أما لو رأيتها تتحرك ببطء فلديك توتر نفسي خفيف، وأما إذا رأيتها تتحرك بسرعة فلديك توتر نفسي كبير وغير مستقر نفسيا. ملحوظة مهمة أتمنى من الإخوة والأخوات الكرام أن يسجلوا ما رأوه بعد مشاهدتهم لهذه الصورة، علما بأنني أنبه تنبيها مهما أيضا، لا أحد يوسوس أو يعتقد بأنه غير مستقر نفسيا إذا رأى أن الصورة تتحرك بسرعة. محدثكم يرى أنها ثابتة، نسأل الله الثبات في الدنيا والآخرة. لكن الحقيقة أن جميعنا لا يخلو من الضغوط وتغيرات الأحوال النفسية، فمثلا هذه الصورة التي أمامكم رأيتها متحركة تحركا خفيفا وليس كثيرا، وهذا يعني أن الجميع يتعرض للضغوط والظروف، وقد أراها في وقت آخر غير متحركة. هذا إن صحت مثل هذه المعلومات التي يقال بأنها تستخدم في علم النفس. أيضا يقال بأن هذه الصورة تستخدم في علم النفس لمعرفة نسبة التوتر ونسبة الاضطرابات النفسية لدى الأشخاص، فلو رأيناها ثابتة فهذا يعني أنك معتدل فكريا، أما لو رأيتها تتحرك ببطء فلديك توتر نفسي خفيف، وإن رأيتها تتحرك بسرعة فلديك توتر نفسي كبير. هذا إن صحت مثل هذه المعلومات، وأرجو من أطباء النفس وعلماء النفس ممن يصله هذا الفيديو أن يفيدونا، علما بأنني هذه الصورة أرى أنها ثابتة بخلاف الصورة التي قبلها. لا أحد يوسوس ويحملني وزر وسوسته، ولذلك أقول الناس يختلفون في نظرهم وفي أحوالهم وفي تكوينهم الجسماني. أرجو من الإخوة والأخوات تسجيل ما رأوه، سواء كانت ثابتة أو متحركة تحركا خفيفا أو متحركة بسرعة، علما بأنني أتوقع أن الكثير يراها متحركة وهو نفسيا مرتاح جدا، وقد يكون هذا يعود إلى عوامل في تكوينه الجسماني أو في نظره. ولذلك أكرر، لا أحد يوسوس ويحملني وزر وسوسته. حفظ الله الجميع وثبتنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة. أخيرا، إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.